احمد العجيمي، انت شكون كي تبرد الدنيا؟ ركز معايا مليح. انا كي تبرد الدنيا، انا كشخص اللي نهز قطوس ينعنقه ونمشي بين الشباك نوريه المنظر من برا كشتاء والبرد باش يحس بكيمة الدفئ اللي هو فيه. دونك نوريه من الشباك، ما نخرجوش البرد، نوريه من الشباك الفيب باش يحمد شحس بالبرد باش يشوف القطاس البرا كيفاش كيشوف القطاس البرا كيفاش هو اللي متخبي في عجله اللي متخبي تحت زبله يشوف نديدو ويحس لي انا باهي معاه رجله معاه. دونك سامحني في الكلمه، انت تذل في الحيوانات. مانيش نذل فيه، نوري فيه في النعمة خاطر موش واعي. شو اللي واعي هو ولا واعي ديما كان عملها يصح لي وجهي نامبورت كوا نامبورت كوا هكا. احمد قطول. احمد قطول. احمد راه كل يوم نتفاجئ. احمد شنو سامحني شنو جايه من عقده الحكايه؟ جايه من عقده. لحظه لحظه، بوك وانت صغير شدك وراك من الباب الحقيقه نتاع ربي بوك هزك في حملته وراك الدنيا لبرا من الشباك. الحقيقه مروه خاطر كي تولدت قعدت عمي ما نحكيش مع دار سي نورمال خاطر تعرفش تتكلم. فولا 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 فماش شويه تتكلم عمره عامين. ما انت معناها ماكش سبيسيال برشا على الناس. فولا اوكي تعديوا للوضعيه الاخرى. نور السعيدي انت شكون كي تبرد الدنيا؟ انا كيف تبرد الدنيا؟ انا كالشخص اللي ديما ماذا بيه دي في مكاتبه نهار كله ما يخرجهمش وماذا بيا ندور ونبدا نسلم على العباد بحواجبي. كيف الشتاء ندور ونبدا نسلم على العباد بحواجبي، باغ اكزومبل ندخل القهوه نسلم عليهم الكل بحواجبي هكا هكا هكا، يشكوا يا نغزل فيهم يا نسلم عليهم. ياسمين حداد انت شكون كي تبرد الدنيا؟ انا كي تبرد الدنيا نقول ايا جاي وقت الركسه وانا عم كمل ركسه. على اساس والله برافو ياسمين. برافو ياسمين. برافو ياسمين زدت لها والله ولد بالحلفه بالتاكيد. انت شكون في اللبسه سيد احمد؟ انا في اللبسه كلي نبدا لبس لبسه فرحان بها على الاخر نخرج الشارع نستنى في اي شخص يراني يقول لي صحه وحد ما يقول لي صحه. نعرف نقعد ماشي جاي ندور وحدي كاك وكان يعرضني شخص نعرف نقعد نحكي معاه برشا فماش ما يلاحظ نقعد نقص شوف سبيدري شيء شيء ما يقوليش صحه ما فهمتش علاش. حابة تتقالي جسد الراوح حكا. أي أنا قبل وأنا صغير كنت كناخو كسبيدرك اللي يشعر. حتى كيف نلبسه معاش يشعر. كيف نلبسه مع أنا يعدين هار كامل يشعر في الضوء غير حد تظلام الدنيا معاش يشعر. نور السعيدي أنت شكون في اللبسة؟ أنا في اللبسة اللي كيف يراو ماريولي مبقع يسخيبوه لموذة ما هو مبقع بالحق. زعما ارتستيك يسخيبوني لموذة كي ارتستيك والكل ما هو بالحق مبقع بالفطور. ياسمين حداد انت شكون في اللبسة ياسمين؟ أنا في اللبسة اللي شخصيتي تتأثر مع كل ستيل متاع لبسة لبستو. عرفت أنا نلبس هكا بكل بالكحل وكل شيء نولي ميستيريوز ونتشفر للعباد. نلبس روبا غوز كل شيء نولي جنتي ومحليني. نلبس صحيح باربي. كل لبسة عندها شخصية. روبا روز وقتاش تلبس لنا ياسمين في البرنامج؟ في العيد الصغير. العقبة ياسمين تلبس لنا روبا بيضة. شخصيا مازلت نعرفهاش. نور السعيدي انت شكون نهار الاثنين؟ اي نهار الاثنين انا اللي كل نهار الاثنين نبدا نتغبن. علاش نهار الجمعه قريب لنهار الاثنين ونهار الاثنين بعيد على نهار الجمعه؟ احمد العجيمي انت شكون نهار الاثنين؟ نهار الاثنين انا عمر. شو انت يا عمر نهار الاثنين؟ انت شكون نهار الاثنين؟ ونهار ثلاث حمزة ونهار الأربعاء مجاز ونهار الخميس سلسبيل ونهار السبت نرجع أحمد. ياسمين ما عادش تضحك هكا على هكا هكا. أنت شكون نهار الاثنين؟ أحمد أنا مروان نهار الاثنين. نولي أنت أنا نهار الاثنين مروان كل اللي نقول اليوم أو ذي أول نهار في الجمعة باش نوسع بالي الجمعة كي بعد الجمعة محلاها. اوكي العشية تلقاني عامل 250 عركة في الكيس. شيء شنو شيء ما نجمش ما عجبتونيش بصراحة. شو لا ما يهمنيش. ما يهمنيش الوضعية حسيتها ما هيش مفهومة ولا كيفية. اي انت مروني ماكش مفهوم. انت شكون نهار الاثنين؟ انا تصورت نهار الاثنين انا اللي نبدا موتيفي وعندي بروجرام برشا بحاجات باش نعملهم وما نعملهمش. نمشي الوضعية الموالية. اي خير اي خير. احمد العجيمي انت شكون في النوم؟ زيد قول لي حسين.
توا انت احمد شكون في النوم قول لي حسان باللي تعرف شنو الاجابه ما نعرفش خدني راقد تعرف شنو التعجيز عاود اسالني مثال سيد احمد العجيمي انت شكون في النوم انا في النوم اللي نبدا راقد تجي امي تقول لي تفيق نقول لي فايق امي ميت امي كنت تحاسب نعمل في بومب امي ما نجريش اسمع والاولى والثانيه والثالثه اللي انت فيه تقنى في جوع راقد صار انا زماني فايق ضربت عصبي وديني شتي موتي ب 200 بطانيه وكل شتي لاستوس اللي تنجم تفيق بها امك من غير ما تفجع فما حتى استوس صدقني جربتهم الكل راني جربت لي استوس الكل انا نعرف الاستوس علاش ديما الام ديما تقوم مفجوعه نعرفها الاستوس تفيق بوك تفيق امك وحدها تفجع اكثر نور السعيدي انت شكون في النوم انا في النوم اللي كيف نقوم منرفزش بيني وصيتك باش تقاومني وانت ما قاومتنيش اما انت في الحقيقه قاومتني برشا مرات وانا كيكست وانا ما شلقتش انت معناها انا اللي تدخل في سبات صحيت بار كونتر انا شكون نهار الاثنين في النوم اش قالك فيها هذيا نهار الاثنين في النوم انا نهار الاثنين شلقت بروحي عندي قدره اللي النجم نرقد وعينيا محلوله اش معناها انا مقيل راني تو اما جاي نخدم مقيل في الاصل في الحقيقه راني مقيل ما نعرفين في ليه تاع راني مزابيه نهار الاثنين على الاخر